صباح الخير لجميع المشاهدين. نهار اليوم تسود أجواء حارة نسبيا في عموم مناطق المملكة مع أجواء مستقرة بشكل عام، لكن تهب على المملكة رياح غربية نشطة تسرع تعمل لإثارة الأتربة والغبار خاصة في المنطقة الشرقية والجنوبية من المملكة. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار حيث تكون الأجواء صافية مع 30 درجة مئوية الملموسة 28، الرطوبة حوالي 60% والرياح تكون معتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون ممتاز. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم نبدأ بالمنطقة الشمالية، أجواء حارة نسبياً، المفرق 33 إلى 20 مع أتربة مثارة، إربد 31 إلى 21، جرش طقس صافي 32 إلى 22 درجة مئوية، أما عجلون 29 كحرارة عظمى، أما الصغرى 21 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى الزرقاء أتربة مثارة 33 إلى 23، البلقاء 30 إلى 21، نفس الحرارة في العاصمة عمان مع طقس صافي، مأدبة 31 إلى 22، والبحر الميت طقس حار مع 37 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 30 إلى 22، الطفيلة 30 إلى 21، الشوبك 27 إلى 19 مع عان رياح نشطة وأجواء مغبرة مع 31 إلى 21، أما العقبة طقس حار بشكل كبير 40 إلى 28 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية كما ذكرنا هناك رياح غربية ناشطة السرعة تعمل إثارة الأتربة والغبار خلال ساعات الظهيرة والعصر، الأزرق طقس مغبر 37 إلى 21، أرويشت 35 إلى 20، والصفاوي 36 إلى 20 درجة مئوية مع رياح نشطة وطقس مغبر بشكل عام. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.